بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالم، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتوم، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. همه نوع خونه ما مزین بشن، آقا رو صدا بزن یا ابا لقد عظمت الرزیه وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلان اللهم تنززت أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، فلان اللهم تندفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، فلان اللهم تال قتلتكم، فلان الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وأرب لمن هرمكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مخلوق، فلعن الله بني أمية قاتبا، فلعن الله ابن مرجان، فلعن الله عمر بن سعد، فلعن الله شبر، فلعن الله أمة أسرشت فالجمات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك، ما إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحال وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وهرب وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم فأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أجلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه
اللهم فضائف عليهم لنا من جبل عذاب الهلم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر عتاب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم لعن الثانية من الثالثة من رب. اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وأمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سر بسجد مجدون. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوما فثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.